تونس الأخرى. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من تونس الأخرى. توا 6:12 دقيقة تلقاو الأخبار وأخبار الرياضة كان فاتوكم على الباج فيسبوك راديو يفهم ولا على الشين يوتيوب يفهم تي في. بعد شوية باش نعرفوا أخبار الميركاتو الصيفي، باش ناخذوا معنا السي حسين ديميسي نحكيوا على نسبة التضخم، نحكيوا على الحلول احنا في البرنامج هذا، مش على المشاكل، مش كان على المشاكل، ما نحبوش نحكيوا على المشاكل، نحبوا نقترحوا حلول باش يكون بعدنا الوزير السابق والخبير الاقتصادي سي حسين الديميسي عبر الهاتف. فما تو باش نبداو الساعة الثانية بالحديث على الكلام الزايد، مش بالكلام الزايد، باش نحكيوا على الكلام الزايد. خاولة شنو حوالك؟ عسلامة خالد، لاباس الحمد لله. اليوم اختلك باش تحكي لنا على الكلام الزايد. اي، نظرا الى انه منتشر كما قلنا الكلام الزايد بارتو، وين تمشي تسمع كلام زايد يكاد يكون يعني وسيلة تعبير ولا معناها في المجتمع. دونك ما فماش علاش يتم توصيفه ككلام زايد جوستومون، فهمت؟ لا، هو كلام زايد والمشرع الدخل لانه كلام يقلق معناها، هو كما جاش يقلق ما نقولوش. هو نقاش كبير ياسر ياسر ياسر، نقاش مجتمعي هو اللي تحب انت، خاطر كلمه كلام زايد هو اكثر كلام نستعملوه. كيفاش زايد؟ فهمتني شنو نقصد؟ هو زايد خاطر يقلق. قاروره كلمه زايد خاطر ما نستعملوهاش، اما الكلام زايد نستعملوه برشا. دونك كيفاش زايد؟ الكلام الزايد هو هذاك استان كونستا، مانيش قاعد نقول فيه. الكلام الزايد هو اللي يعتدي على الاخلاق الحميده والنظام العام، ويعني تسمى تجاهر بالفحش، يعني بالفحشاء كمان، مش كلام باهي. ما ينفعش. شنو موقف المشرع من هيك؟ اكثر من هو المشرع نظرا الى انه معناتها يحمي الحرمه الجسديه للافراد، زاد خير انه يحمينا معناتها حرمتنا النفسيه، معناها كيما يحمينا من العنف المادي يحمينا زاد نفسانيا من العنف المعنوي. لذا الدخل، وقال لك راهو كل معناتها عنف معناتها يهدد الاخلاق الحميده ولا النظام العام ولا يقلق راهو حطلو معناتها عقوبات. جينا الفصل 226 من مجلة الجزائرية، يقول لك يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 48 دينار كل من يتجاهر عمدا بفحش. كذلك الفصل 226 مكرر، يقول لك يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 1000 دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الأداب العامة بالإشارة أو بالقول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياة. يعني انت في الشارع وتقوم تقول كلام زايد وقدام عباد وتقلق معناتها، ولا تبدا يا فلان يا بيك يا عليك كذا، راهو هذايا يولي يدخل في اطار الفصل 226 مكرر، وكما قلت لك يتعاقب بستة شهور واختيه توصل ل 1000 دينار. ولا اذا شلق بيك الحاكم ولا معناها يمشي يشكي المتضرر. اي انسان تقلق من الكلام الزايد اللي قلته انت يمشي يشكي بيك، معناتها يقول لك قلقتني اعتديت عليا بأي وسيلة، يثبت بجميع الوسائل، تصوير تسجيل أي حاجة. فما ليست متاع كلمات معتبرة كلام؟ والله جنقول لك خالد، هو الأخلاق الحميدة والنظام العام لم يقع تعريفها في القانون التونسي. صحيح. يعني المشرع ما عرفهاش. صحيح. لكن عنا العرف متاعنا المتعارف عليه أنه الكلام الزايد هو هذاك. فما كلام مثلا في الجنوب يعتبروه زايد، في البلايص اخرى لا، كلام في الشمال يعتبروه كلام زايد، في الجنوب لا، معناها تختلف الحكايه. كيفاش تحصر هاي؟ فوالا، هذه الثغره القانونيه اللي خليها المشرع دونك ما انتبه لهاش، دونك قال خليها في الفاغ هكاك، الاخلاق الحميده والنظام العام مش معرفين. اي دونك ينجم يتم تبقى التكييف للقاضي، يعني دونك وفقا للبلاصه اللي هما موجودين فيها، وشنو معناتها نوعيه الكلام اللي يتقال غادي وما يتقالش في البلاصه الاخرى. دونك ينجم يتم تاويل الكلام من عند اللي يحكم كيف ما يحب هو. بطبيعه القاضي قلت لك عنده الاجتهاد، معناها القاضي عنده الاجتهاد في تقدير الكلام هذاك، هل انه يمس من سمعه الشخص هذاك، يقلق ما يقلقش، فما زاد سب الجلاله معناها. فوالا، احنا اللي نعرفوه كلنا في الموجود في القانون هو سب الجلاله، نعرفوها الحكايه يعاقب عليها القانون، اما الكلام الزايد يعاقب عليه القانون الحقيقه. يعاقب عليه القانون، وهو قلت لك تبقى الاجتهاد للقاضي، معناتها كما قلت لي انت البلايص تختلف، يبقى معناتها
معناتها القاضي اللي موجود في المحكمه هذيك اللي راجعه بالنظر للبلاصه هذيك قايم يعني اسكو الكلام هذاك معقول ولا مش معقول. هو يمشي بون حسب المجتمع العام معناها نتاع الشعب شنو ال 6 شهور سجن اي 6 شهور سجن وتضاعف راهي اذا كان توصل معناتها بين القارين يعني معناتها تتم من طرف القارين على الزوج معناتها كيف الزوج كيف للزوجه ولا من الزوجه للزوج كيف كيف فهمت؟ تضاعف وقت اللي تبدا تضاعف وقت اللي تبدا ستة شهور حتى العام تضاعف كي تبدا من قارين القارين كيكا اي معناها كي مرات تسب رجلها ولا راجل يسب مرته اكثر من ستة شهور من ستة شهور العام وختي 1000 دينار ونفس الشيء على الريزو سوسيو على مواقع التواصل الاجتماعي هذاك تدخل في الجرائم الالكترونيه يا خالد معناها هو نفس الشيء لكن عندها معناتها عقوباتها وحدها الجرائم الالكترونيه معناها كي تسب مش با فورسيمون 6 شهور هي دونك تسمى علنا هو قال لك علنا يعني حتى على وسائل التواصل الاجتماعي تسمى علنا انت سبيت قدام الناس الكل وتثبت عليك تعمل لك لي كابتور وتهز تمشي تشكي كهو. دونك انا نعمل كابتشور بواحد سببني في كومنتير ولا في ميساج نجم ندخلوا الحبس 6 شهور بيان سور مادام اعتدى عليك تنجم تشكي بيه وتاخذ حقك مي لا نخرجوا فاصل خنثبت في لي كومنتير نتاعي وراجعين في تونس الاخرى يلا مرحبا بكم من جديد هذه تونس الاخرى مواصلين معكم حتى السبعه نتاع العشاء بعد شويه نحكيوا اقتصاد مع سي حسين الديميسي ما توا خلينا نمشيو نحكيوا كورة وأهم صفقات ميركاتو 2022 في الدول الأوروبية سامحوني شنو اللي صاير في ريال مدريد وشنو اللي صاير مع الانتر توت سويت أي ميركاتو نبدأ مع ريال مدريد جوستومون فلورنتينو بيريز عمل ديكلاراسيون قال فيها انه تشواميني وروديغير باش يكونوا الصفقات الوحيدة للنادي الملكي في صيف 2022 والشيء الديكلاراسيون هذه خلت الجماهير تتنرفز خاطر ما فماش اساسا رومبلاسون الكريم بنزيما كنا حكينا على امكانيات برشا نتاع دي ريكروتمون لريال مدريد منهم تيمو فيرنير اللاعب نتاع تشيلسي اللي خير انه يمشي لاربي لايبزيك ويلعب اساسي على انه يمشي ريال مدريد ويلعب بناكل بنزيما اما الديكلاراسيون نتاع فلورنتينو بيريز سكرت الباب على اي ريكروتمون جديد لريال مدريد شيء هذايا اغضب الجماهير بسرعه شارل دو كاتيلير من كلوب بروج النادي اي سي ميلان ب 32 مليون اورو نحكيو على متوسط ميدان هجومي جيب شي عزز صفوف نادي الميلان برشلونة عملت ultimatum كيما تنجموا تشوفوا ان شاء الله الاولاد تاع الديجيتال يورونو لايون اليوم في واحدة من اهم الصحف الاسبانية نحكيو على ultimatum لفرينكي ديونغ يا يقبل يطيح من شهريته يا اما يخرج والملاعب مازال لا يحب لا يطيح من شهريته لا يخرج اون فيت يطيح من شهريته نحكيه على تقريبا النص نتاع الشهريه برشلونه عطات المقترح لفرانكي ديونغ الملاعب لا يحب لا يطيح في الشهريه لا يحب يخرج رغم لي زوفر نتاع تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم ليكيب ذا ديلي مير والعديد من الجرائد المهمه في اوروبا هبطوا لايون نتاعهم على امكانيه انتقال راشفورد للبي اس جي باريس سان جيرمان تنجم تعمل اقتراح الصيف هذا في الايامات المقبله كيما تنجم تستنى صيف 2023 على خاطر وقتها يبدا الكونترا نتاع راشفورد مع يونايتد وافي كواكو في العقد نتاعو عنده امكانيه نتاع تفعيل عام اضافي في المدة متاع العقد على كل كان صح الحكاية مي إلا باش تزيد مشكلة كبيرة على المشاكل الموجودة ديجا في مانشستر يونايتد نمشيو لإيطاليا الانتر ميلان باش تنجم تمنع سكرينيار شنو باش تعمل باش تبيع أندريا بيمونتي الساسولو ب 20 مليون أورو أكيكا تتنفس الكيسة متاع النادي وتحافظ على المدافع متاعها من الانتقال للبي جي دونك جماهير الانتر ينجموا يتنفسوا نبقى في إيطاليا مع اليوفي كوستيتش الصفقة أصبحت رسمية أما إدارة النادي ديجا اتخمم في الصفقة اللي بعدها اليوفي لازمها أتاكون والحديث على زوز إمكانيات منفيس ديباي اللي عطاته برشلونة كارت بلانش باش يخرج من غير حتى فرانك اثنين أنتوني مارسيال وهنا تختلف الأمور لأنه رغم إصابته وغيابه على بداية الموسم تنهاج ما ينجمش يتخلى عليه
كسوبليان ولا معاضد لكريستيانو رونالدو، خاصة بعد خروج كافاني وعدم تواجد حلول هجومية في بنك مانشستر. قاعدين تفرجوا في الاي اف ام تي في على لايون نتاع توتو سبور اللي تحكي جوستمون على امكانيه انتقال يا ممفيس ديباي يا انتوني مارتيال. كانت هذه اخبار الميركاتو، واحنا باش نعملوا ترتيحه مع الموزيكا. بعد شويه باش يكون معنا سي حسين ديميسي نحكيه على الحلول الوضعيه الاقتصاديه اللي عايشتها تونس. مرحبا بكم من جديد في تونس الاخرى. في اخر البرنامج جي بعدين عبد السلام نحكيه على مقترح جديد ولا بلوتو اون سوليوشن ولا اون اسوس جديده للعباد اللي تحب تدبر فلوس. اليوم عبد السلام باش يحكي لنا على حاجه تري تري انتريسون تستناو في الربع ساعه الاخيره. متى نحكيو جوستمون فلوس، نحكيو اقتصاد، نحكيو مع خبير ونحكيو مع وزير سابق سي حسين ديميسي باش يكون معنا في التليفون. كلمة قاعدين نسمع فيها برشا برشا الأيامات اللي فات، نسبة التضخم نحكيه اليوم على نسبة في حدود 8.2%. البارح مع أسامة حكينا على إمكانية أنه تولي في الزوز أرقام، يعني تفوت 10%، 16.1% اليوم نسبة البطالة في تونس. شنو هي الحلول؟ نعرفوا المشاكل، عنا برشا عايشين في المشاكل، نعرفوا الكونستا متاع الوضعية الحالية في تونس، شنو هي الحلول، شنو هي البيبان اللي لازم نحلوها، شنو هي الخطوات اللي لازم نبداو بها، باش يحاول يعطينا كلكو زليمون دو ريبونس سي حسين الديميسي معنا في التليفون. مرحبا بك سي حسين. اهلا بيك، مرحبا. شنو حوالك؟ لاباس؟ لاباس، يعيشك الله يحفظك. معنا اسامة هذا في الاستوديو، رجع بحذانا. اهلا وسهلا خالد. دونك نحكيو مع الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق سي حسين الديميسي اللي كان من بين الخبراء اللي دعوا الى ضرورة الاسراع بوضع خليط ازمة منذ اشهر، ويقول انها لازم تكون تضم من 4 كفاءات فما فوق وتقوم بترتيب الاولويات. اليوم نحكيو عن النفقات، الميزان التجاري، التضخم، التوريد، الصناديق الاجتماعية، المؤسسات العمومية، هذه الكل مواضيع يهمها تدخل بيانسور في شأن الوطني وشأن الاقتصادي. ويقول زيادة أنه الإصلاحات اليوم تتطلب جرأة. ما هي الإصلاحات المقترحة سي حسين الديميسي اليوم للخروج مما يصفه البعض بالأزمة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وإن كان السؤال شاسع يعني جدا، لكن أنت توا ذكرت الأولوية لقضية يعني تحدثوا عنها الناس اليوم وعندهم حق، لأنها قضية كبيرة، وإن كان تقديمها وتقديرها وتقييمها مش بنفس الطريقة وبنفس يعني الزاوية يعني. لكن بعجالة يعني في بعض الكلمات، تراه التضخم ما هوش يعني نجم نقوله فتاليتي، ماهوش فتاليتي، لا ايه ماهوش هاجس اجتماعي فقط يعني. هو زاد في نفس الوقت هاجس اقتصادي. علاش؟ لانه التضخم من جمله الانعكاسات السلبيه الكبيره نتاعو، وهو يولي كل فيروس حشاك فهمت الله يعني اللي يدخل في الاقتصاد. علاش؟ لانه كيف يتواصل التضخم وخاصه بنسب مرتفعه كما قاعدين نلاحظوا اليوم. شو اللي يصير؟ يصير هو أنه الكلفة متاع إنتاجنا معناها ترتفع بشكل كبير ومسترسل، وبالتالي القدرة التنافسية متاع اقتصادنا تضعف بشكل كبير. وفي هذه الحالة بطبيعة الحال نفقد محرك من المحركات الأساسية متاع الدفع الاقتصادي والنمو الاقتصادي وهو التصدير. بحيث التضخم قبل ما نشوفه جانبه الاجتماعي اللي هو معناها جانب يستحق الذكر والتحليل، يلزم زاد يكون حاضر في بالنا انه في نفس الوقت قاعدين نخلقه في كما قلت لك معناها عامل اساسي في الخلل الاقتصادي اللي قاعده معناها يعني تشكو منه بلادنا. من الناحية الاجتماعية، التضخم هو نتيجته الثابتة هذا الشكل فيه هو يزيد حدة في التفاوت بين الفئات الاجتماعية، وخاصة بين الأجراء، ناس اللي يعيشوا بالأجر، وبين دون الأجراء يعني غير الأجراء. علاش؟ شو سببه؟ لأنه الأجراء عندهم دخل نوعا ما جامد نوعا ما وقار يعني ما يتبعش الارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، الأسوام تزيد والشهرية ما تزيدش نقولوها. نعم،
الاسوام تزيد والشهريه ما تزيدش معناها من الاخر. صحيح. والفئات الاخرى غير يعني من الاجراء حكومة عندهم الهامش كبير باش الاسعار اللي يبيعوا بها سواء انتاجهم او خدماتهم او الى غير ذلك تواكب الارتفاع نتاع الاسعار. يعني اذا كان شافوا الاسعار ارتفعت هم يزيدوا في الاسعار نتاع خدماتهم او يعني الصناعة نتاعهم. وبالتالي كي تواصل هالشيء هذايا وكما قلت لك بنسب تضخم كبيره التفاوت بين الاجراء جمله وغير الاجراء باش يكبر ويزيد بشكل كبير، وهذا بطبيعه الحال يؤدي اخر الامر الى اختلال في المجتمع ككل. يعني هذا علاش الظاهره نتاع التضخم راهي ظاهره انا قلت لك هكاك ظاهره بسطناها نسميه فيروس أيه. فيروس ينخر في المجتمع وينخر في الاقتصاد في نفس الوقت. واضح مهم ان عملنا الكونستا فهمنا الوضعيه علاش نسبه التضخم اليوم تمثل اختر نحبه ولا نكره. خلينا نتعداو للحلول. انت اقترحت كما قال كان يحكي اسامه خليه ازمه عنا نحبه ولا نكره. فما حاجه راهو الاقتصاد انت سيد العارفين فما اللي في بسيكولوجيك نتاع الحكايه. كلمه خليه ازمه الاكسبريسيون نتاع خليه ازمه في حد ذاتها ما عادش عنا فيها برشا ثقه احنا. اثنين الخليه الازمه اللي يدعو لها اليوم سي حسين ديميسي شنو مطالبه باش تعمل الخليه؟ وقت نقول خليه ازمه تكون واضحه. انا هذا قلته في اي اطار؟ قلته في اطار اللي تراكمت فيه علينا بشكل كبير وكبير جدا كل التحديات وكل يعني الخلل من جميع الاوجه في فتره اللي احنا فهمت الله ماناش مستعدين لها من ناحيه تنظيميه. يعني انت اليوم كي تقول خليه كي تقول خليه ازمه باش تعطي مقترحات باش نحلوا المشاكل الاقتصاديه في الاشياء الاكيده المتاكده معناها اي لو معناها لحظه معناها معناها امبليسيتمون سي حسين العبيد اللي في الحكم اليوم ما عندهم جوستمون مقترحات. دونك انت طالب بخليه ازمه اربعه من الناس يجيبوا مقترحات دونك فما فراغ. نعم علاش لانه انا وقت اللي قلت بالكلام هذايا من منزوز منطلقات اساسيه. منطلق اولا نبعدوا على السياسيين، يعني نعطيوا هالمهمه هذه للناس اللي يخموا كان بعقلهم وكاو العاطفه ما فماش والشعبويه ما فماش. هذا علاش انا قلت معناها خليه نتاع اكفاء والناس معناها يعني شوف لو ترأست انت خلية الأزمة هذه ولميت حولك عدد خمسة أربعة أكفاء يخموا بالعقل وما يخموش بالعاطفة وما عندهمش ولاء سياسي، شنو تقترحوا اليوم للوضع اللي تعيشه البلاد باختصار؟ أول حاجة أول شيء كنت ندرس معطيات ومقتضيات هدنة اقتصادية اجتماعية في بلادنا اليوم. أول شيء لأنه هذه من الأشياء المتأكدة الأكيدة والمستعجلة. علاش؟ لأنها إذا كان ننجحوا فيها نوقف النزيف اللي قاعد يشكو منه الاقتصاد متاعنا والمجتمع متاعنا. هدنة اجتماعية. هدنة اجتماعية فهمناها، هدنة اقتصادية اش معناها؟ نعم هدنة اجتماعية فهمناها. هدنة اجتماعية يعني أنه نوظفوا أولا ونحاولوا نقنعوا كل الأطراف المتعاطية على الساحة اليوم بما فيهم بالخصوص اتحاد الحكومة والاتحاد الشغل واتحاد يعني الاعراف. نقنعوهم انه اذا كان يحبوا نوقفوا قلت لك النزيف بما فيهم هو العامل من العوامل الاساسيه. النزيف شنو هو؟ هو التضخم. باش نوقفوا هالدمار هذا يعني نتفقوا على هدنه لمده زمنيه معينه عامين ثلاث سنين. تو ما فيهوش تناقض الكلام اللي كنت تقول فيه تو سي حسين. علاش نقول لك علاش؟ على خاطر انت بديت كلامك بالحديث على انه العبيد اليوم الشهاره شهريتهم ماهيش مكفيتهم ومن بعد تقول انا اليوم كان جيت نحكم كان جيت على راس خليه الازمه هذه نتفق مع هدنه نتفق على هدنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل باش الدنيا تقف على امتداد ثلاث سنوات. معناها على امتداد ثلاث سنوات ما تصير زيادات في الشهريه. لا سامحني لا مش معناها نطلبوا من اتحاد الشغل فقط. لا قلت لك هدنه باتفاق بين الثلاثه اللي بهم الحاجه اللي هما اتحاد الشغل واتحاد الاعراف والحكومه، ونطلبوا من كل واحد منهم
حاجة تتكامل مع البقية. مش معناها باش نطلبوا كل واحد عن انفراد من حاجة، لا وقتها عاد يولي تخلوي بعد فهمتني. إيه لا، بالنسبة للأجور ما نطلبوا تجميدها لمدة زمنية معينة إلا يعني ب ما ترخص الدنيا شوي. نعم. إلا ما ترخص الدنيا، إلا ما الحكومة ترخص في الدنيا شوي. إلا ما نتفقوا مع الأعراف أنهم يجمدوا الأسعار أو هذا الحد الأدنى، وإذا كان أمكن حتى يخفضوا معناها نوعا ما من الأسعار. ونتفقوا مع الحكومة هي زادة كطرف أساسي بتجميد نسبة الأداءات، نسبة الجباية، لأنها نسبة الجباية ممكن الناس ما تعطيهاش أهمية هذه. بعد ترتفع راهو بشكل كبير من الانتفاضة اليوم، راهو ذات تقريبا 4 نقاط ولا 5 نقاط يعني، ولا شيء كبير، وهذا يرهق كل المواطنين بما فيهم بطبيعة الحال هالفئة هذه متاع يعني الأجراء. ولذا وقت نقول لك هدنة مش باش نطلب من طرف واحد، هذا ما عادش ليه معنى عاد. وأنا قلت لك وهذا الخطأ اللي قاعدين نعملوا فيه راهو، فهمني. احنا توا قاعدين نعيشوا من زمان قبل حتى الانتفاضه، راهو انه نخليوا الاجور تزيد كيما تحب والاسعار تزيد كيما تحب، والجبايه معناها كانت جامده ولكن في السنوات الاخيره قاعده ترتفع بشكل كبير بالنسبه. وهذا بطبيعه الحال هاني قلت لك ما هو في فايده حتى حد وحتى فيها، واضح هدنه اقتصاديه اجتماعيه. دونك هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هاني قلت لك، ولذا اوكد الاشياء، نوقفوا النزيف، هذا يرد بنا من غير كل شيء ببدايه البناء الجديد. نوقفوا النزيف الساعه. واضحه الفكره سي حسين. كيما في الصحه نبدا ننتي باش تعالجوا وفيه معناها نزيف، اول حاجه مطلوبه منك انت يعني طبيب هو انك توقف الدم، توقف النزيف وبعد باش تعالج المرض. وقفنا النزيف، عملنا الخطوه الاولى هدنه اقتصاديه اجتماعيه. النقطه الثانيه. نعم. لا سامحني عاد، هذا مطلوب من اللجنه اللي قلت لك عليها، اللجنه اللي مش دايما راهو اي احنا في احنا توا نحكيوا في اعطينا لجنه نظرا للحيثيات الظرفيه القاهره يعني التحدي الكبير اللي قاعدين عايشينه، تلقانا مخرج باش نوقفوا به النزيف نتاع الاقتصاد، هذه اهم شيء. بعد هذاك بعد لكني مش نفس المؤسسات ونفس معناها كذا، جي مؤسسات اخرى، جي اطارات اخرى اللي باش تعيد النظر في البناء وتعتمد بالاساس على الاصلاحات الكبرى اللي هذيش معناها الكلام اللي نسمعوه برشا، هذه اصلاحات كبرى واعاده نظر. اعطينا معناها شنو نجمو نعملوا كونكريتمون، معناها نحكيو مش مع ندير مانيش نحكيو مع سلطه ولا مع حكومه، كيما راهو اللي يسمع فينا يقول لك انا باش نخلق الفلوس شنو لازمني نعمل، شنو المشروع اللي لازم تعمله تونس، شنو الرؤيه الاقتصاديه ولا الاستراتيجيه الاقتصاديه اللي لازم تمشي فيها تونس باش تخرج من الازمه نتاعها. راهو نجم يكون مشروع كبير وكهو نتلموا حوله للبناء الجديد، للبناء معناها على اسس جديده. اي باش معناها نبعدوا ونتجاوزوا الاخطاء الكبيره اللي عملناها في الماضي، باش نخلقوا ثروه. اي بس نحن تقول هاني هذا يتدخلنا في مرحلة أخرى. وهذه ما مش بالضرورة الخلية اللي كنت نحكي عليها، نجم تكون معناها يعني مؤسسات أخرى، نجم تكون فهمت الإطارات أخرى، مش بالضرورة. أنت معناها راهو شوف فما حاجة لازم نتفقوا فيها، الخلية اللي ذات لها ماهيش مطالبة بكل شيء، فهمتني، لا مطالبة باش تنقذ البلاد في الأشياء العاجلة. والاشياء العازله هذه فسرتها لك، قلت لك هو ايقاف النزيف اللي قاعد يسكو منه الاقتصاد نتاع بلادنا. الاخر هو اعاده النظر في كل معناها الاسس نتاع بلادنا الاجتماعيه والاقتصاديه، واعاده النظر فيها بحوار بطبيعه الحال، مش كل واحد منها باش فرض باش يقوم وحده فهمت يعني يسطر كل شيء، هذا مستحيل. لكن انا نقول فما حاجه هامه جدا واحنا تحدثنا عليها ياسر في التاريخ نتاعنا نتاع تونس مستقلة، ولكن مع الأسف الشديد عمرنا ما اقتنعنا بتطبيقه. وكان أنا عندي قناعة لو كان طبقناه راهو اقتصادنا اليوم أحسن بكثير مما هو عليه اليوم. وهو ماذا؟ هو عقد اجتماعي بين الأطراف الاجتماعية، أما هذا عقد معناها دايما هذا مش نتاع العقد هذا من مسؤوليه شكون اليوم نوجه الخطاب لاصحاب المسؤوليه لسياده الرئيس والا للحكومه؟ لا مش للحكومه وحدها، لا
لا لا، الحكومة ما لها إلا جزء من المجتمع، ما هيش كل المجتمع. العقد هذايا بالأساس بالأساس يكون بين نقابات العمال ونقابات ملاه الأعراف، ولكن الدولة تلعب دور الحكم في الوسط. هكا دور الدولة، فهمتني؟ دور الحكم. العقد هذايا شنو دور رئيس الجمهورية؟ هاوس ويلي أنا واحد. هو دور الحكم، أول ساعة يسهر على تطبيق هذا العقد، ولأنه يعني يصبح حاجة ملزمة للألفاظ الاجتماعية والاقتصادية المتواجدة على الساحة. ثانيا وقت يبدأ فما خلاف، فما كذا، فما منها ارتباك، الرئيس الجمهورية هي مسؤوليته، هو اللي يلعب دور المعدل والحكم في نفس الوقت. سي حسين نعم، مش معناها نحبوا، ما عادش عندنا برشا وقت، على خاطر في البرنامج هذين نحبوا نحكيوا حلول. وامش نقول لك معناها الامبريسيون جينيرال عند يظلي انا عند المواطنين، ما فماش الرجل والا الطرف والا المنظمه اللي تعطيك الفكره كي سور دو لو، معناها اللي تخرج، اللي خارجه من الصندوق باش تخرج من الازمه هذيا. نحكيو في هدنه اجتماعيه حاجه مهمه جدا، من بعد كيفاش مش نبنيو. عبد الناصر عمل التصنيع، مهاتير محمد حل الاقتصاد نتاع بلاده، فما الاقتراح نتاع الريفوني يونيفرسال مثلا من بنوا امام، فماش مقترح يخرجنا من الحكايه؟ لا لا لا، مش حكايه، حاجه نجمو نعملوها تخرجنا من الازمه هذيا. شوف، راهو النهوض ببلاد ماهوش منها يكون من زاويه او نظره قطاعيه، فلاحه ولا سياحه ولا صناعه، لا 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 لا. الشيء اللي لازم نتفقوا فيه احنا المواطنين الكل والاطراف الكل المتواجده على الساحه، هو انه كيف ننتج احسن واقصى ما يمكن، ونوزع ما انتجنا باكثر ما يمكن من العدل. هو كيفاش يبنى مجتمع دائم ومجتمع صحيح وتاع ثابت. ننجو كل شيء، معناها لازم ننجو كل شيء، وكذا. نعم، لازم ننجو كل شيء. لا لا، نختاروا شو ننجو. صحيح، اي هذا راهو ما سمعنا حتى سياسي وحتى خبير اقتصادي يعطانا فكره دون سو سونس في الاتجاه هذا. لا شوف، هو شوف راهو عمره ما يكون، نعاود لك ونكرر لك، معناها النهوض اقتصادي من زاويه نتاع معناها يعني قطاعيه، لانه البلاد اي بلاد عندها اولويات بالنسبه للاشياء اخرى. ثم بلدان مبوبة للسلاحة أكثر من أي شيء آخر، ثم بلدان مبوبة للصناعة. إحنا مبوبين لشنو؟ إحنا أي، إحنا مبوبين لعدة نشاطات، مش لو وقتها، مش نقولهم لك في ثانية. أما أن أكد لك أهم شيء يخلي المواطن تقعد في ذهنه المسألة هذه، هو أنه الحاجة الأساسية اللي تخلينا ننهض برواحنا ونبنيه حاجة صحيحة، مهما كان من الإنتاج اللي نعمله فيه، كيفاش ننجم أحسن ما يمكن وأكثر ما يمكن، ونوزع ما أنتجناه بأكثر ما يمكن من العدل. هذا هو القاعدة الأساسية، وهذا ما سميته أنا الأسس متاع عقد اجتماعي. هذا مع الأسف الشديد إلى يومنا هذا ما صارش. كيفاش نجم تقنع كيفاش نجم تقنع واحدة تخدم في معمل تاخو من السبعة متاع الصباح للسبعة متاع العشية، تاخو في 600 دينار، انها تنتج اكثر ما يمكن باكثر كما كنت تحكي انت؟ كيفاش نجم تقنعها؟ كيفاش نجم تقنعها اللي استعمل هكاك باش نخرج من الازمة نتاعها؟ انت ملاحظاتك عجيب، ديما تاخذ معناها حاجة اشطر اللي قلته. اي تنتج احسن ما يمكن، ولا وقع انتاجه يوزع باعدل ما يمكن. احشي اسمي تاخذ كان جزء برك من الكلام، فهمتني؟ انا وقت لا يبدا فما حزب او فما نقابه عندها القدره، وبنجد نقابه او بنجد حزب ينجم يقنع الناس انه راهو من احسن ما فما بالنسبه لبلادنا كي ننجو احسن واكثر ونقسموه باكثر يمكن من العداله بيناتنا. شبيه هذا طبعا هذا الهدف في الاخر. إيه لا الطريقة، حد مش كل هدف بالك، الطريقة هذه الوسيلة كيفاش نوصله، معناها يعني مش الهدف، الهدف هو النهوض بالبلاد، هذا هو الهدف. أما هذه الطريقة كيفاش أنتج وخذ بايك، ومعناها وجزء من الثروة الجسد وخلقته، هذاك هو معناها كيفاش نجم تقوم بلاد.
والاكتفاء سواء باش يكون هذا في الفلاحة في السياحة في وإذا كان احنا اتفقنا باش ننجو الكل بيكون في الكل. وإذا كان قلنا نبجلوا بجلوا برك فقط مش معناها ممكن باش بلاد ما تعمل حتى شيء في قطاع معين، أما نبجلوا إن نشوفوا أنه بلادنا مهيئة للنشاط اقتصادي أكثر من غيره، هذاك وقتها الدولة تشجعه والدولة منها تقمع إيه. أما ما نبنيوش اقتصاد فقط على حاجة برك وعلى قطاع برك. واضح. دونك اليوم سحسين الديماسي قلنا لازمنا ننجو الكل ونقسموا اللي ننجو باش نرجع نتنافسوا الكلنا كمواطنين وكمؤسسات وكدولة، ويدعو إلى هدنة اقتصادية اجتماعية. لازم اتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد العراف والحكومة يتلموا على طاولة ونتفاهموا على عامين ثلاثة سنين تتنفس ترتاح فيهم البلاد، تجمد الأجور ما تجمد الأسعار زادة، وانترتو ننجو أكثر نصوروا أكثر باش نكونسوميو أكثر وباش الشركات تنتج أكثر. بارك الله فيك، معناش مازال يسمع فينا سي حسين ديميسي ولا لا؟ شكرا جزيلا على المقترحات نتاعك، وإن شاء الله في مداخلة أخرى احنا باش نعملوا ترتيحة. ميرسي بوكو أسامة. بعد شوية نحكيو فلوس جوستومون في إطار المقترحات. سي عبد السلام باش يجي بحذانا يحكي لنا على كيك ستارتر، نحكيو على بلاتفورم أمريكية تدعم المشاريع الثقافية. فما كيل عادة مع عبد السلام فرصة باش دبروا فلوس وتلانسيو بيهم مشروع. فاصل ونرجعين بكم من جديد. 56 دقيقة في تونس الأخرى، وقت فلوس 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 فلوس. بعدين عبد السلام اليوم باش نحكيو على كيك ستارتر، نحكيو على بلاتفورم أمريكية تدعم المشاريع الثقافية. شنو هي الحكاية عبد السلام؟ عسلامة خلود. كيك ستارتر هي منصة عالمية، بلاتفورم انترناشيونال تدعم المشاريع الثقافية حول العالم. المنصة هذه تقريبا فيها 150 مليون متصفح بشكل يومي، ما همش متصفحين بركة بل متصفحين وداعمين. كنا حكينا في الجمعة هذه على كراو فاندينج، هي نفس فكرة الكراو فاندينج لكنها ديستيني دو بلوس للبروجي كولتوريل. دونك تتيح الفرصة لأصحاب المشاريع الثقافية ذو صيغة ربحية، معنى هذا الاختلاف على المشاريع الثقافية في المطلق. أي إنسان صاحب مشروع ثقافي ويحمل صيغة ربحية دو بوت لوكراتيف دونك ينجم يدخل المنصة هذه سامبلومون، سواء من تونس ولا من بنغلاديش ولا من جابون ما يقلقش. دونك يدخل المنصة هذه يعمل ديسكريبسيون تاع الفكرة نتاعو، توصيف كامل، توصيف كامل، ويعمل فيديو من عنده الحق معناه من دقيقة حتى شي 30 دقيقة باش يعرض فيها أهم التفاصيل نتاع الفكرة نتاعو والاستثمار الثقافي اي سورتو سورتو لامباكت. يقول راهو البروجي كولتوريل هذايا في بلادي باش نعملو راهو عنده تأثير إيجابي، مثلا باش نقص من ظاهرة العنف ولا باش نقص من ظاهرة المخدرات ولا يعني ظاهرة التطرف، خاصة يعني يخدموا على الحومة هذايا ما فيهاش مشروع ثقافي. دونك أنا باش نحل كافي كولتوريل ولا سونتر كولتوريل ولا اللي هو. دونك اعطيوني تمويل. تنويه مهم خالد في في الكلام اللي قلته، راهو كي نحكيو مشروع ثقافي انا مش بالضروره تكون مسرحيه، خاطر مولوش مسرحيه هم هو مولو بروجي على مربح يعني مش يدخل فيه ايميسيون ريسيبسيون تاع فلوس. دونك هذا بشكل عام. الواقع الكلها معناها بالنسبه للكيك ستارتر ريسامو دخل ولا ياخذ في الدوسي نتاع التوانسة وهذا سي بون نوفيل. جوست بقات اشكاليه واحده اللي هي في شنو يدخل ولا ياخذ، ما هو ما فماش حاجه نجمو نمشيو لها سور بلاس معناها اللي هي بلاتفورم سور انترنت من معني عنده تو 6 7 شهور ولا ياخذ في البروجي توانسة. قبل ما كانش ياخذ على خاطر فما تعطيلات وتعقيدات في مستوى البنك المركزي في الفلوس. تو انا دخلت فلوس دونك كيفاش باش نعطيهم للمنتفع بالمشروع هذايا، فما تعطيلات كبيره، فما دوسي ربحوا تونسي معناها باش يعمل سنتر كولتوريل في صفاقس. بقى عامين ونص والبنك المركزي قاعد يثبت ما سايبش فلوس. كيك ستارتر ثبت فلوس للبنك المركزي والبنك المركزي ما سايبش الفلوس. تعرف هذه الدوفيز ما كانش عندنا حق في كونت اون دوفيز دونك وسورتو نحكي ونحن على منتفع مازال ما عملش الشركه ومازال ما عملش ستاتيو جوريديك دونك باش يقدم على كونت. وهو معلش ما يسبوش على الكونت نتاعو بيرسونيل طول ما ينجمش خاطر اون دوفيز انت فلوس باش تلقاها من برا دونك اليا مش تعدى عبر البنك. يوتيوب كيفاش تدخل مش اون ديفيز على اون ديفيز ما عبر البنك، عبر البنك المركزي ما تدخلش هكاك. دونك فما اي متفاهمين اما معناها لا براتيك ما موجوده مسموح بها، مسموح بها في حاجات معناها في البنك المركزي ما يعرفوش كيك ستارتر
ما يعرفش فهمت؟ ما يعرفش لا بالحق ما يعرفش خاطر الرجل ربح اكثر من مليار باش يعمل بروجي كولتوريل في صفاقس اي والبروجي هذه راه كان حشيك معناه مصب نتاع زبله لسباس باش يولي سنتر كولتوريل للقضاء على ظواهر التطرف العنف المخدرات غيرها ما سايبولوش الفلوس عامين ونص يستنى في الفلوس وما تسيبش الى حد هذه الساعه هذه مازال نتكلموا فيها دونك بدعوه شنيه بدعوه نورمالمون تمشي تعمل شركه وكونتون دو فيز وتقدم اجراءاتك كامله اللي انا راني ما نعرفش كي نقدم في كيك ستارتر راني ما نزلت ما نعرفش اسكو ساتلقى تمويل ولا لا نقعد ما نعرفش هي ما مدى اقناعي بالفكره والناس الحاجه الباهيه نقعدوا في الايجابيه شويه انه حاجه الباهيه اللي في البلاتفورم هذه كونوا معظم الناس المتصفحين اللي يدخلوا على مثال شو سوي اللي تسألته شكونهم معناها علاش كيك ستارتر مثلا يمشي يجي يمشي مول عبد السلام باش يعمل مشروع ثقافي في العوين علاش وتحب ولا تكره معناها اللي يسمع فينا يقول لك علاش الامريكان باش يعطيو فلوس هكا وتنجم تكون همت كي تقول لي بلاتفورم امريكاني رانا نعطيك فيها سلات توتر صحيح هي صحيح ونجم يقول لك هي بلاتفورم امريكانية ما نعرفوش عليها معناها كيك ستارتر ولا اكس تعمل لي بلاتفورم انت وتجي هنا واحد كوم كوا تعطي في تمويل المشاريع الثقافيه انا متفاهم انا وياك ونبعث المشروع نتاعي ويتقبل وندخل فلوس وما نعملش به المشروع الثقافي نعمل به حاجات اخرى تنجم تقول ارهاب مثلا ما هكا ولا اكزاكتوم صحيح فما جمله من الناس فما جمله من الثقافه اللي يدخلوا على اللي يؤمنوا بالمشاريع هذه يؤمنوا بفلسفه كونيه الثقافه هذه تو هما ما يدعون كي تدخل على الناس هذوما تقول لك نحن نؤمن بكونيه الثقافه ونؤمن كون الثقافه باش تقضي على الارهاب العالمي وعلى التطرف العالمي شكونهم هما ناس عاديه راهو كيفي وكيفك خالد وناس فعليين ثقافيين معناها المنظمه مش توصل تعطي مليار مش منظمه هي no. الجمعيه البلاتفورم اللي هي كيفاش تربح في الفلوس باش توصل تعطي مليار لواحد في سباق خاطر هي كيفاش تعطي الفلوس هي تتلقى من عندها 150 مليون متصفح دخلت انا البلاتفورم قيت دي بروجي كولتوريل معناها موجودين قلت شنو نعمل البروجي هذايا ايمانا بني بذلك العمل الثقافي وهذا صارت حتى في تونس ريسامون زاده فما صحفي امريكاني جال لوتيك الي تي فالو بار لا كولتور كارتاجينواز قال هنا كان ماسينيسا وهنا كان حنبعل وعمل لك ايه دفع 500 ميل يورو الجمعيه التونسيه معناها انت 500 ميل يورو نحكي على مليار ونص راه الجمعيه التونسيه باش تشتغل حول الثقافه الكارتاجينواز عندك ويكاند باش تجيب لنا الكونتاكت نتاع السيد هذا ميرسي بوكو عبد السلام كيك ستارتر دونك بلاتفورم امريكانيه تمول مشاريع ثقافيه ادخلوا كان عندكم مشروع ثقافي وشوفوا شنو هي الحكايه ممكن تاخذوا تمويل ينجم يتعطل شويه في البنك المركزي اما في الاخر ينجم يوصلكم وتنجزوا المشروع الثقافي نتاعكم احنا هكا نكونوا كمان اخر موعد لنا في الجمعه هذه نتلاقاو ان شاء الله نهار الاثنين في تونس الاخرى ان شاء الله تعديو ويكاند باهي برمجوا حاجات باهيه باقل ما يمكن ميزانيه مثل خاطر كساحه الدنيا شويه وداخلين على رونتري تحياتي وليلتكم زي.